أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، النهاردة معنا نموذج من نماذج تحدي العاقة. صديقتنا الجميلة هدايا بدر في السوقين، بدر على ركبه. صديقتنا الجميلة فقدت أحد ساقيها، لكنها بقوة إرادة عظمتها تغلبت على الإعاقة وتواجهها بكل شجاعة، بكل عزيمة وإصرار على تخطي كل صعب. ومواجهة التحديات والصعوبات حتى لو كانت على ساق واحدة وعكاز من المعدن. صديقتنا الجميلة زي الفروشة، صديقتنا الجميلة رغم بتر ساقيها إلا إنها أيقونة من أيقونات النجاح ورمز من رموز الجمال والعطاء. صديقتنا الجميلة تثبت لنا كل يوم إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس الجسد، وإن مهما اختلفت الإعاقة أصدقائنا من صغر إرادة قادرين على الحياة وعلى العطاء، قادرين باختلاف.